مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف وأطيب ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب جميعا تكونوا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة من حلقات كل يوم أكلة مع فيفيان. والنهاردة يوم الثلاث، يعني أسماك وبحريات. بس عايزة أقول لكم أنا مترجطة جدا وصفات صيف، بحريات برضو بس وصفات سهلة وسريعة ولذيذة تعجب الولاد كمان قبل ما تعجبنا. ناخدها النادي معنا، تمارين على البحر، وطبعا هيكمل الطعم الشيبسي علشان نبقى أطمة من هنا وأطمة من هنا. استعدوا، الحلقة لذيذة جدا جدا معانا النهاردة. بعد الفاصل استنونا. حبايبي يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا من ألذ وأمتع الأيام طبعا بيبقى يوم الثلاث لناس كتير قوي، والحمد لله ان في ناس كانت ما بتحبش السمك، بدأنا ان احنا عارفين كده نروض لهم الدنيا شوية ونديهم اكلات لذيذة سهلة سريعة مختلفة للاسماك، فبدأوا ان هم ايه يتقبلوا. في ناس على فكرة بالنسبة لها السمك فكرته تقيلة، هم ما بيعرفوش يستمتعوا بالاكل كده، عايزين حاجات سريعة. عايز اقول لكم الولاد كمان، ولادنا ما لهمش خلق كمان بشكل كبير ان هم يقعدوا يقزقزوا ويطلعوا الشوك، فهم احيانا كتير بنلاقي فئه كبيره جدا ان هم ما بيحبوش السمك من الاطفال. احلى اكله هيحبوها معاكي هي سندوتشات، ويا سلام بقى لو كانت سندوتشات جنبها شويه شيبسي تتلقط كده تكمل ايه الطعم، اطمه واطمه. النهارده هعمل فيشن شيبس، وده مش انا اللي مسمياه، دي اكله بتتقدم كده بالظبط، سندوتشات او سمك مقلي بطعم خطير بتتبيله خطيره مقرمش ويجنن، يكاد يكون اساسا ما يعرفوش هو ايه الحاجه المقرمشه دي، وكمان بيتقدم جنبها شيبس. فانا اخترت النهارده شيبسي بطعم الليمون المعصفر او المخلل علشان يكمل الطعم معايا، قطمه من هنا وقطمه من هنا. عارفين كده تحسوا ان شيبسي فاهم المصريين، وعارفين ان هم بيحبوا يكملوا دايما الطعم بقطمه من شيبسي. طيب هعمل ايه النهارده؟ زي ما اتفقنا هعمل فيشن شيبس. تعالوا نقول المقادير ونشوف هنعمله ازاي. هتاخدوا وصفه من الاخر خطيره، مش هتقفي وقت كتير خالص، هتطلع لك كميه حلوه قوي، وبالمناسبه تنفع باي شريحه فيليه سمك عندك، مش محدده هو ممكن يكون ايه. تعالوا نقول المقادير فيشن شيبس. هحتاج كيلو سمك زي ما قلنا فيليه، الطعم اللي انت عايزاه، السمكه اللي انت عايزاها، تنفع وقار، تنفع بياض، تنفع كمان بلطي، ملح وفلفل اسود بقى، ليمون وخل، مستردة ونشا. في ناس هنا هتقول لي فين التوم؟ عادي من غير توم، هغير بقول لكم في الطعم. طيب هحتاج ايه بقى كمان؟ دقيق ابيض وشويه نشا، خلاص، بيكنج باودر او بيكنج صودا معايا اهو، او حد منهم، بابريكا، خل، ملح وفلفل اسود وشويه ميه. التغطيه التانية دي بقى هي اللي فيها برضو القرمشه كلها، اللي هو انا بحتاج ايه، دقيق ونشا وفيجيتار حار، وطبعا فينو بقى بلدي زي ما انت عايزه. الساندوتشات بتاعتي هحط فيها مايونيز وكابوتشي، وطبعا هقدمها بطعم شيبسي بالامون المخلل. عايزه اقول لكم حسيت كده ان هو السمك بيحب ايه، بيحب عصره ليمون عليه، فتخيلوا كده عصره ليمون عليه وقطمه ايه شيبسي. في كده اكلات يا جماعه هي اقول لكم ايه تركيبه اتعودنا عليها، اللي احنا لازم نعصر عصره ليمون على السمك واحنا بناكله ونلقط جنبه ايه شيبسي. قولوا لي ايه اكتر ميكسات كمان انتوا اتعودتوا عليها، طلعتوا لقيتوا كده ايه يعني في البيت معروف الميكس ده لازم يتاكل. في ناس مثلا تاكل ايه زيتون وحلاوه، عارفين كده ميكسات غريبة، ولكن عايزة أقول لكم إن الأكلة دي هي كده حلاوتها، إنها ساندويتش يتاكل قطمة من الساندويتش اللي بالسمك وجنبه إيه قطمة شيبسي. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمله إزاي. أنا هقطعه بشكل ينفع يتحط فيه ساندويتشات الفينو، يعني هعمل إيه، أو بالبلدي زي ما اتفقنا هعمل إيه، هجيب كده عندي السكينة خلاص، وهجيب اجوانتياتي طبعا عشان انا ايه همسك السمك، وهبدا اقطعه. بصي بقى
انا هقطعه شرايح ايه زي ما قلنا، شرايح هتبقى مش تخينه ومش رفيعه علشان احطه في الساندوتش. وعايزه اقول لك لو ولادك ما بيحبوش السمك، اكتر حاجه بيحبوها ايه؟ ان هم ياكلوا شيبسي. فتخيلي انت هتقدمي لهم اكله كامله هم عايزينها، هم هيحبوها وهياكلوها. طيب هعمل كده واقول يا ست الكل هقطع السمك. يا ست الكل عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، وحشيني يا رب. وانت كمان والله وحشاني اكتر والله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. صحتك عامله ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. احسن يعني اهو الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. قولي لي ميكساتك وحركاتك. ميكساتي في ايه؟ في الاكل يعني بتحبي تاكلي مثلا، يعني زي ما بقول هنا عندنا اكله اسمها فيشن شيبس ماشي، اللي هو السمك جنبه شيبسي. ايوه ماشي. انت لكن ما جيش انا بقى حلاوه مع زيتون ما كلوش ده خالص. صدقي فيه، تصدقي في ناس بتعمل كده وشيبسي انا بصي يوم ما اكل ممكن، يعني انا ماليش تقول على الحلو قوي، اكل حاجه حلوه لازم اكل وراها حاجه حلوه. انا كده يعني ممكن زيتونه مخلله، ممكن جبنه كده، لازم اكسر الحلو ده خالص لان انا ما بميلش ليه ابدا. انا كمان كده لازم، اللي هو ايه، لو هاكل حاجه حلوه لازم احدق الناس تحلي، لا انا حدق. ايوه انا صح؟ كده انا حدق وخصوصا لما يكون في بسبوسه بالقشطه. الله. او بسبوسه عموما لازم نحدق وراها كده بايه، بحته شيبسي بالزيتونيه. لان انا مش بحب، يعني بحس ان الحلو ده بيجزع نفسي قوي. ايوه حبيبتي دايما منوراني ومشرفاني. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. يعني انا عندي الزيتون ده ما بيتقطعش خالص يعني، فما بشتريهوش ابدا، عمري ما اشتريته. ما بتشتريهوش، بتعمليه؟ بعمله طبعا بجد. برافو عليكي. الاسود والاخضر برافو عليكي بجد. ما بشتريهوش، يعني يوم ما اقول بيتزا الزيتون ده وده الميكس عندي. يوم ما يكون مثلا اي حاجه محتاجه فيها زيتون، ممكن الزيتون الاسود جنب جبن جنب اي حاجه. لازم اطلع زيتون اسود. فانا عمري ما بشتريه خالص، من يوم ما اتعلمته ما بشتريهوش خالص، لان انا ما بضمنش الزيتون الاسود من بره ابدا. تعيشي وتعملي يا حبيبتي. تعيشي يا قلبي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وعايزه اقول لك انا محتاجه هديه زيتون. مين؟ رنا. عيني الاثنين، لرنا ومامة رنا وباباها كلهم. إيه؟ بجد والله. وانا ايه ظروفك معايا؟ انتي؟ قبل كل طبعا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. حبيبتي. وعايزه اقول لك التغطيه الثانيه اللي قلتي عليها، قرمشه السمك دي انا بعملها وبغطسه في ميه بعد كده بيديني قرمشه، بحط فيه بيكنج باودر برضو. ايوه بيكنج باودر وبيكنج بيكنج باودر ونشا ودقيق. ده حقيقي. وبعدين بتبل بقى الدقيق. ده حقيقي. انا بقى ممكن احط له شطه، كمون، ملح، ممكن توم باودر. حبيبتي تعيشي وتعملي. تعيشي يا قلبي، بيطلع مقرمش وحلو قوي. خطير. بس انا هجرب منك الساندوتشات دي برضه. جباره. بصي بجد هتعجبك قوي 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 وهتستسهليها قوي فعلا. يعني بدل ما يعني ممكن الساندوتشات دي يوم ما بتزنق ممكن بشتريها محل معروف قوي مضمون يعني بجيبه، لكن طريقتك دي انا هعملها حبيبتي. والله ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. يا حبيبتي وسلام لكل كرو البرنامج. يوصل يا حبيبتي مع الف سلامه. طيب بص انا عملت ايه يا جماعه؟ انا تبلت السمك عندي هنا بملح وفلفل اسود وبابريكا. اتفقنا. بص بقى هحط عليه كمان ايه؟ هحط عليه رشه نشا. رشة النشا دي بقى بتغلف لي الأول السمك علشان أي حاجة أحطها فيه عايزة أقول لكم هتمسك على طول. هعمل خليط بقى اسمه خليط التنبورة. الخليط ده بقى يا جماعة هو اللي فيه السر كله، وهو اللي بيخلي الطبقة ماسكة فيه السمك وما بيخليهاش تفك أبدا ولا تنزل منه. طيب حاجة مهمة جدا في تتبيلة السمك، مستردة. عايزه اقول لكم جباره بتاخد كده السمك. وعلى انا بحطها كمان في ايه، في الفراخ. فانا هنا يا جماعه بلعب بالسمك كده، بوديه لطعم حلو قوي مقبول الولاد تحبه واحنا كمان نتلذذ بيه. نعم. هنا كمان بقى هروح رشه عليه رشه ايه، الدقيق كده اهو.
انا كده تبلت عندي هنا السمك، واخيرا هحط عليه الليمون. يبقى انا بحط ايه الاول؟ المواد الجافه تمسك عندي في السمكيه، واخر حاجه بحط عصره الليمون. ما بتحطيش توم يا فيفا؟ ما بحطش توم يا فيفا. طعمه ايه؟ خطير خطير يا جماعه، انتوا هتجربوه بجد هتحبوه جدا. عايزين تستخدموا توم وملح قوي ان انتوا تستخدموا توم، هنستخدم توم بودره، مش عايزه احط توم صحيح. الوصفه هنا كلها هتلاقوها على الناشف، ما فيهاش كراكيب كتير. خلاص طيب هركن ده ونعمل بقى خليط الطنبوره. معانا مين؟ ماشي، هعمل ايه خليط الطنبوره؟ بصوا، دقيق مهم جدا بقى الخليط ده، ونشا خلاص، وعندي هنا البيكنج باودر والبيكنج صودا. الاتنين يا فيفا ينفع استخدم حاجه منهم؟ اه طبعا ينفع تستخدمي حاجه منهم. وكمان هنا هحط ايه؟ البابريكا، وهحط برضو الفلفل الاسود، وهحط الملح، وهربط بايه؟ بالميه عندي هنا، وهعمله خليط زي ما قلت لكم، خليط التمبوره ده. طب فين الخل يا فيفا؟ الخل ده بحطه اخر حاجه. ليه بقى؟ علشان وانس ان انا حطيته لازم احط فيه السمك واقلي على طول، علشان هيبدا البيكنج باودر عندي والبيكنج صودا يشتغلوا. لما يشتغلوا بيشتغلوا في وقت، يعني يشتغلوا حبه قليلين، ما يفضلوش شغالين. وبعدين الخليط ده اهو، اول بصوا لازم اقلب كويس جدا واخليه لا سايل ولا تخين. عايزه اقول لكم في خلطات طنبوره بتتباع جاهزه، بس انا مش عايزه كده، انا عايزه انا اعمله في البيت. يا محمد ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا فيفا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت اخبارك؟ الحمد لله. فينك يا محمد؟ بقالك كتير ما سمعتش صوتك. معلش عندي ظروف وكده. معلش يا حبيبي، ربنا معاك. مش انت اللي صوتك حلو برضو؟ اه انا على فكره انا نفسي اكون معاكي في البرنامج. انا على فكره اديت رقمي اللي عندك في الكنترول، بس مش ما اتصلوش بيا يعني. وحياتك، اول ما هبدا استضيف ناس هتكون انت وايات اول ناس. تمام. ماشي، يا رب يخليكي. ماشي يا حبيبي، قول لي انا احلى طعم شيبسي بتحبه؟ انا بحب الجبنه المتبله. اه كلنا يا حبيبي بنحب الجبنه المتبله. كلنا. طب لازم تاكله جنب ايه؟ جنب السمك. على فكره عايز اقول لك حاجه، لان انا صغير ما كنت بحب السمك، لما كبرت ماما بدات تعمله لي بطريقه حضرتك، يعني بقى حلو جدا. يا حبيبي ربنا يخليك يا محمد، وتعيش وماما تعمل لك يا رب. يا رب. وانا عايز اسمع صوتك على طول. تمام. ماشي. كل سنه وحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه السنه الهجريه. حبيبي كل سنه وكلنا طيبين يا رب، يقعد علينا كلنا الايام بخير. حبيبي كل سنه وانت طيب. طيب بصوا بقى الخليط عندي، انا عايزه اوريكم قوامه، ركزوا كده معايا. بصوا عامل ازاي اهو، شايفين بيعلم ازاي عندي في المعلقه؟ انا عايزاكم بس تركزوا هنا، تقربوا لي شويه، علشان دلوقتي انا هحط الخل وهتشوفوا التفاعل بقى عامل ازاي. هنا ركزوا معايا، هنا مفيش اقرب. بصوا بقى هحط الخل دلوقتي وهقلب. بصوا بقى الفقاعات اللي هتظهر، هي دي بقى اللي هتديني القرمشه العاليه جدا جدا في السمك، اللي هم ولادك مش هيتخيلوا ان ده سمك. ازاي يا ماما مقرمش كده؟ بجد هينبهروا بيه وبطعمه. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه عندي هنا، وطبعا الليمون كمان. طب انا حطيت خليط الطنبوري ده، خليط الطنبوره ده حطيت فيه ايه؟ حطيت دقيق ونشا وبيكنج باودر، بيكنج صودا، ممكن استخدم حاجه منهم، خل، ليمون وملح وفلفل اسود، وكمان استخدمت مستردة. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه كده. وبصوا الفقاعات يا جماعه عامله ازاي عندي هنا. هروح مشغله ده كمان، بس ايه مسخنه بقى عندي الزيت كويس قوي،
وعلى طول هتاخدي من هنا هتنزلي هنا ماشي، وعلى الدقيق او الفيجيتار او التلاتة مع بعض خلاص اهو. بصي بقى بصي بقى بصي الطبقة والتغطية، بصي عاملة ازاي اهو، بصي عاملة ازاي، شايفة الثنائيات دي كلها بقى هتدي طعم خطير. عايزة التغطية زيادة هتعملي كده القرمشة زيادة اهو، وتروحي منزلة تاني هنا اهو. اخد منك وقت خالص، يعني شرط ان انا اتبله واخليه شوية يا فيفا؟ لا خالص، انت عايزة تعملي كده من باب ان انت عايزة تتبليه اكتر ماشي، لكن هو مش محتاج. انا متبلاه الاول على الجاف، بصوا بقى القرمشة العالية ولا الطبقة تفك ولا اي حاجة، قرمشة هيكمل بقى القرمشة معانا هنا ايه قطمة ايه الشيبسي، قطمة اكل وقطمة شيبسي. مين معانا بتقولي ايه؟ حاضر، واحط ايه التانية، هاخد بس هحط اخر واحدة. بصوا الخليط مغطي ازاي يا جماعة، هنا عندي السمك، بصوا لازم مهم جدا ان هو يعلم عليه، علشان التعليمة دي هي اللي هتشيل معايا الدقيق اهو. حاضر فاصل، حاضر حاضر حاضر، ونحط. هقلب بقى طبعا، ما بحط الشوكة، ما بهديش النار، عندي السمك بيستوي بسرعة جدا، ما بهديش النار ابدا، ما بحط الشوكة علشان لو حطيت شوكة ده بيفصل الطبقة عن السمك، بقلبه بحرص، وبعدين الزيت يفضل ان هو يكون مغطيه علشان مرة واحدة تلاقيه اتقلى معاكي وبقى جاهز، ما ينفعش الزيت يكون قليل خلاص. طيب ايه رأيكم لحد ما اقلي شوية نروح لفاصل صغير نرجع نكمل حلقتنا النهاردة؟ استنونا. عايزاكوا تشوفوا القرمشة الخطيرة، بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي من دقيق بس، شايفين شايفين الثنائيات اللي فيه، خطير اهو، بصوا لونه ذهبي. مين يقول ان دي قطعية سمك؟ وعايزه اقول لك بجد بجد هيتعجبهم قوي، ومش هيحسوا باي طعم غريب ولا توم كتير ولا اي حاجه، وهيزود بقى الطعم عصره ليمون اللي احنا هنعملها على السندوتشات، وهعمل لهم سندوتشات على كيف كيفهم. اكتر سندوتشات بيحبوها ان هم يحطوا فيها شويه مايونيز وكابوتشي، صح؟ احنا هنعمل ده سندوتشات على كيف كيفهم. بصوا هنا التغطيه عملت حبه بالدقيق بس، وتغطيه عملت حبه بدقيق وفيجيتار ونشا، وهوريكم الاثنين واللي انتوا عايزينه ايه اختاروه. يعني عندك بس دقيق اوكي جدا جدا اهو. انا عايزه بس بجد عايزه اسمعكم، الله الله طعم خطير، بصوا بينزل على طول بياخد لون معايا هنا، والطبقه ما تفكش ابدا كلا بوش اهي. تعالوا نحطها ونكمل. هعمل بقى السندوتشات اللي قلت لكم عليها. يا استاذ حسين، يا مساء الفل يا شيف. يا مساء الفل يا استاذ حسين، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله، الله ينور عليك. احنا نختار الاثنين يا شيف. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا عم حسين، منورنا دايما. الله يخليك، تسلم ايدك والله يا شيخ، ربنا يخليك. والشبس يعني صراحه يعني منور الحلقه النهارده. والله فعلا زي ما انت بتقول هو منور الحلقه، وشرف كبير ليا ان شبسي معايا. يعني على فكره بنحب الشبس، شبس الكباب وشبس الطماطم والشطه والليمون يا شيخ، بس كده كرتونه من كل واحده بس كده.
الله يبارك لك، ربنا يديك الصحة يا سيدي. ربنا يخليك يا عم حسين، دايما سامعين صوتك بكل خير. وحضرتك دايما ربنا ما يحرمنا من وقفتك ومن اكلاتك الجميله والممتعه والشهيه دي والله. شكرا يا عم حسين. حضرتك فنانه في كل حاجه والله. ربنا يخليك يا عم حسين، ما تحرمش منك ابدا. شكرا. تسلمي. شكرا يا ست الكل. مع الف سلامه. بس كده انا خلاص مش هقلي تاني عشان انا قلي قبل كده. وتعالوا بقى ايه نرصص السندوتشات بتاعتنا ونشوف هنقدمها ازاي. بصوا في ثواني تاخد لون اهي، مفيش حاجه تسيب اختها، الاثنين ينزلوا واحد يطلعوا لي واحد، مش ينزلوا اثنين واحد يطلعوا لي اثنين، لا اهو. سامعين يا جماعه؟ اهي حطها، اقدر احطها على مناديل او على مصفى. لو هقدمها على طول هحطها في سندوتشات على طول، فبحطها على مناديل، بس يفضل ان انا احطها على مصفى علشان احافظ على القرمشه بتاعتها. ليه بقى؟ علشان القرمشه ما تاخدش ايه دم مية، المناديل ما تطلعش بخار فتتكثف على الحاجه اللي احنا عايزين نخليها مقرمشه وتبقى طريه معانا. تعالوا بقى نعمل السندوتشات الخطيره بتاعتنا. عندي هنا كابوتشي اهو زي ما قلت لكم قطعاه جوليان. عايز اقول لكم اعملوا سندوتشات زي ما تكون، حطوا فيها شويه كابوتشي ومايونيز وحشوها، الولاد هيحبوكي. نحط لهم طبق الشيبسي جنبها هياكلوا هياكلوا. اطلع يا سهر. ازيك يا سحوره؟ الحمد لله. عامله ايه؟ وانتي يا حبيبتي قولي لي، بتحبي السمك يا سهر؟ لا انا عايزه السمك. بصي بقى انا عايزه سندوتشين. أيوة. وعايزه تشيبسي بقى بالجبنه المسبله وتشيبسي بقى بالليمون المعصر. انا ارشح لك الليمون المعصفر جنب الاكله دي. لا انا عايزه سندوتشين وعصره الليمون المتينه. القطمه والقطمه. قطمه وقطمه صح، ده انت شاطره. انت تيجي معايا. ايه في الف سلام عليك حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. عايزه اقول لك، عايزه اقول لك امبارح ماما كلمتك قلت لها تعرفتي معايا، قلت لها ازاي انت تكلميها وانا ما كلمتهاش. ايه ده بجد؟ ماما كانت اسمها ايه؟ ام محمد؟ ام ياسين. ام ياسين هي دي مامتك؟ ماما. يا روحي يا روحي، ربنا يخليكوا ليا. عايزه الف سلام عليك يا سيدي. عايزه ايه يا روحي؟ بقولك الف سلام عليك. الله يسلمك. ما قدرتش اكلمك. الله يسلمك يا حبيبتي. اما ماما قامت بالواجب بقى. انا مستنيه بس ايه كيلو موز وكيلو مانجا على البيت بس، وانا هبقى كويسه. انا سامعاكي يا سيدي. انت سامعيني يا روحي؟ بقولك ماما قامت بالواجب امبارح. ماما لازم تقوم بالواجب. حبيبتي ربنا يخليها لك يا روحي. عايزه اخويا الصغير. اخوك الصغير الدهوني بس انت الشبكه عندك بتقطع. الو الو الو، ايه ازيك يا روحي؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا حلوه يا حبيبي. عشان انت ياسين؟ انا بحبك. وبحب يا حبيبي. وانا بحبك انت ياسين. زياد. زياد اهلا يا زيزو. ينفع اسالك سؤال؟ طبعا يا روحي. عاوز وصفة الشوكولاتة. عايز وصفة الشوكولاتة؟ حاضر، بس كده عيوني. ماشي ماشي يا حبيبي، نورتني. بصوا يا جماعة الساندوتش عامل ازاي؟ خطير. نحط بقى شوية مايونيز وعصرة ليمون، ولو مفيش ليمون عايزة اقول لكم ان الشيبسي بطعم الليمون المعصفر هيدينا بالظبط كأننا حاطين عليه عصرة الليمون دي. وهم يا جمل، هم يا جمل. تعالوا بقى نحط هنا. ماشي. ونحط، هعمل الاول اهو بالايه، بالليمون المعصفر. خلاص قطمه وقطمه بقى. تعالوا نحط دي حبه كده بس كده. تعالوا بقى كمان نعمل واحد اهو. الاول ايه؟ مايونيز. هحطها هناك علشان ايه تعرفوا تشوفوا. مايونيز، ونحط كمان عليها الكابوتشي. واحلى سمك
الولاد بجد هيطلبوا منك هما بعد كده ايه السمك. بصي ولا اخد معانا وقت خالص، دي كبيره بصي مش مستحمله معايا ازاي. وكمان اهو مايونيز، خط مايونيز بس خفيف. نغير فكرة السمك بالنسبة للولاد، ان هو ما بيتقدمش غير قطعة او اللي هو بشكل الفيليه اللي احنا متعوزين عليه، لا هو سندوتشات خطيرة معاكي بقى. تخيلي بقى الساندوتش ده انت لو فكرتي تشتريه زي ما ام اسلام قالت لنا هنشتريه بكام؟ بشيء وشويات. احنا عملنا على فكرة ده كله بنص كيلو، انا عاملاه ده كله بنص كيلو، فتخيلي بقى انت هيديكي كمية عاملة ازاي. تعالوا بقى كمان في حبة أنا عاملاهم من قبل، تعالوا نحط عليهم. تيجوا نعمل ساندويتش بقى بالعيش البلدي. الله، أنا مثلا من الناس اللي بتعز العيش البلدي جدا يا شهندة. أنا بحب العيش البلدي، أنت بتحب العيش الفينو؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي، أنت عاملة إيه أخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله عامله شويه سمك يستاهلوا بقك. ربنا يخليك يا رب حبيبتي. ربنا يخليك انت اللي بتعملي بايديكي حبيبتي. ربنا يخليك يا شاهين. ده بتكلميني منين؟ بكلمك من لاهون. من فين؟ من لاهون. دي فين؟ محافظه ايه؟ بتاع تبع الفيوم برضه. تبع الفيوم. اهلا بيكي يا حبيبتي. ربنا اهلا بيكي يا حبيبتي بكل اهل الفيوم. ربنا يخليك. منوريني ومشرفيني دايما. تسلمي لي يا شيف. قولي لي ايه اكتر طعم شيبسي بتحبيه؟ احكي لي بقى. الكباب. الكباب. اه. في اجماع يا جماعه. بس عايزه اقول لك جربي كمان الاطعمه الجديده عندنا هنا النهارده بالليمون المعصفر، عندي كمان بسلطه الحاتي، كمان بالتوميه، الثلاثه احلى من بعض، بس حلاوتهم بقى ان انت تركبيهم. يعني ايه؟ يعني الساندوتش ده عايز ايه؟ شويه ليمون، يبقى الليمون ايه؟ المعصفر. عامل لكم وصفات الحد اللي فات كنت عامله ايه؟ كفته حاتي. عايزه ايه؟ شويه سلطه حاتي، كيس شيبسي سلطه حاتي، قطمه من هنا وبعدين ايه؟ قطمه شيبسي، قطمه اكل وقطمه شيبسي. عارفه كده تتلذذي. ايوه حاجه جميله قوي. حبيبتي نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك يا شيخ. ودايما سامعه صوتك. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي مع الف سلامه. انا عملت هنا ايه يا جماعه؟ عملت كده للولاد لو حابين ان هم ياكلوا شويه بالفينو وعلى مزاجهم شويه مايونيز وشويه كابوتشي. وعملت بقى لينا عشان احنا كمان في انا مثلا زيكم. بصوا القطعه عامله ازاي، بصوا القطعه عامله ازاي، يا نهار ابيض. بصي القطعه عملت ساندويتش خطير خطير. بصوا لا يا جماعه لازم تبقوا سامعين. قرمشه بقى نكمل الطعم. تحفه تحفه. تعالوا بقى هنا كمان. لا خطير والله بالليمون المحلي مع السمك. لا ميكس حلو قوي عجبني. بس كده يا امينه يا امينه يا امينه امينه. عارفين بقى كمان نرش ايه؟ رشه شبت بسيطه. امينه حاولي تكلميني تاني. من الحاجات اللي السمك بيحبها يا جماعه الشبت، رشه بسيطه قوي قوي وبس كده. وادي حبه كمان احنا عاملينهم. تلذذوا بجد بوصفه السمك دي. تعالوا بقى نروح فاصل صغير ونشوف الحلو بتاعنا جنب الساندوتشات الجبارة دي ممكن نعمل ايه بعد الفاصل. استنونا. دلوقتي بقى فاضل لي ان انا اعمل شوية سلطة حلوين قوي قوي لذاذ خفاف جنب كمان السمك. ينفع نعمل ايه بقى؟
لا ده بقى ينفع يكون صوص بالنسبه لنا مع الشيبسي، اللي هو نمسك قطعه شيبسي وناكلها بيه، خطيره. ده اسمه صوص ايه؟ صوص التارتار. عايز اقول لكم سهل قوي قوي قوي، اقدر اقدمه جنب توميه او برده ليمون المعصفر. طيب هعمله ازاي؟ نص كوبايه مايونيز، عليها ربع كوبايه خيار مخلل مفروم صغنن، عشان ده يا جماعه حاجه كده تتحط ديبنج كده، عارفين حاجه غموس زي الغموس كده، وبصل احمر مفروم صغير، وعودين بقدونس مفرومين، وكمان معلقه كبيره شبت، معلقه كبيره مستارده، ملح وفلفل اسود. عايز اقول لكم الصوص ده خطير خطير، ومقاديره موجوده في كل بيت. مايونيز، خيار مخلل، بصل احمر، بقدونس، شبت، مستارده، ملح وفلفل اسود. طبعا مايونيز هنا عندي اساسي. عارفه لو ما عندكيش صدقيني حطي زبادي. اه هنبعد شويه عن الفكره، بس في الاخر هيديكي طعم حلو قوي. كله على بعضه هقلبه كله ايه على بعضه، بس اجيب كده ماشي يا يا مدام ابتسام. في ناس كده يا جماعه بحس ان انا عامله ايه يا حبيبتي، في ناس كده. انت الف سلام عليك يا جميل. انا زي الفل. طب بامانه انا بدعواتكم امبارح انا زي الفل الحمد لله، ربنا ما يجيب حاجه وحشه خالص حبيبتي. يا رب ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ انت عارفه يا مدام ابتسام ان من كتر ما انا ارتبطت بيكم ببقى غصب عني بغلط واروح قايله يا طنط ابتسام، يا طنط سميره، يا طنط سرايا، عارفه انا طنط فعلا. انت قد ايه بامانه وحياتك، من كتر ما انا حاسه ان احنا بقينا قريبين قوي من بعض، مش يعني عارفه اللي هو كلنا عيله واحده ما شاء الله. وحياتك تخطيت مرحله بادام، عارفه اللي هو لا انا حاسه ان انا اعرفك، حاسه ان انا أيوة. قريبه منك، فاللي هو طنط عارفه. وانا كده، ما انا بقول لك بنتي قدك بالظبط حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليها لك ويخليكي لينا وليها يا رب. شكرا يا جميل، والف سلام عليكي وزي الولاد وماما وبابا وجميع. الحمد لله يا حبيبتي بخير، ربنا يخليكي ما تحرمش من سؤالك. حبيت اطمن عليك امبارح، فضلت في الاخر فصل. حبيبتي حقك عليا، حقك عليا بس سلامك. اطمن عليك يا جميل مش اكتر والله. شكرا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. وسلامي للجميع وسلامي للكاست كله ورنا الجميله واللي عنده كلهم يا حبيبتي. حبيبتي يوصل يا حبيبتي يوصل، ربنا يخليكي بالبرنامج كله. حبيبتي نورتيني وشرفتيني، وقولي لي بقى. نعم بتحبي السمك صح؟ اه طبعا. طيب وبعمله فيليه كده. وفيليه كده، طب عجبتك الوصفه؟ الوصفه جميله، ما انا هجرب الوصفه دي. انا كنت اعمله بنشا والدقيق واقلي على طول. طب بصي بقى القرمشه، بتحبي بقى تحطي في عيش فينو ولا عيش بلدي؟ لا بلدي طبعا. بصي انا قلت في ذوقين، يعني في ذوقين، يعني ان هو في ذوق هيقول لي فينو، في ذوق هيقول لي بلدي، في طبعا ذوق يقول لي لا حلاوته شويه سلطه وكمان نحطه مع الرز. فالاساس عندي السمك. لا انا السمك وسلطه الطحينه بس كده. بس كده تعيشي وتعملي اي حاجه تانية؟ لا حبيبتي تعيشي وتعملي. وجربي بقى الثلاث اطعمه من شيبسي اللي نزلوا جديد، وعايزه رايك فيهم. هجرب ابو ليمون، انا احب المعصفر ابو ليمون، هيعجبك قوي 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 ولذيذ قوي قوي مع السمك يا مدام ابتسام. ربنا يسهل بجد، حلو قوي ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله يا جميل، تأمريش باي خدمات عايزه عشان. سلامتك ودعواتك ربنا يخليكي ليا. ربنا يحفظك كده يا رب ويبارك لنا فيك ويخليك يا جميل. يخليكوا ليا يا حبيبتي، ما تحرمش ابدا ابدا منكم. مع حبيبتي ألف مع الف سلامه. انا خلصت خلاص، عندي هنا اهو السلطه بتاعتي، هحطها هنا. خطيره طعم الشبت بقى والخيار المخلل اهي، حطيتيها على جنب ليه كده يا فيفا؟ هقول لكم حالا حالا اهي. عايزه اقول لكم خفيفه خفيفه ولطيفه وهتعجبكم قوي. وزي ما اتفقنا ان احنا ينفع نعمل ايه، ينفع ان احنا كمان نحط بدل المايونيز لو ما عندكيش حطي زبادي بس كده. شيبسي ده بقى قصدي اللي هو هنعمل ايه، بصي الشيبسي ونروح عاملين كده كده وايه بألف هنا. بصي خطير، هتعجبك هتعجبك هتعجب الولاد قوي. انا بدي لكم بس الحاجه يا جماعه، عايزه ايه بس كده.
ايه رايكم؟ مش سامعاكي، قولي تاني، قولي لي تاني، عايزه ايه قولي. طيب يا مدام جيهان، يا عسليه يا روحي، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. عايزه، طب انا ممكن ادوق زيك بالظبط من عندي بق برضه؟ اتفضلي. في ايه؟ اتفضلي، انا بدوق لهم ممكن بس. ممكن ندوق ونقرمش برضه؟ في ايه؟ نعم بقى. بيقولوا لي كفايه دوق، قلت لهم انا بدوق لكم بس يا جماعه. في ايه؟ انا بطمنكم ان الحاجه حلوه خطيره. ده حلوه من ايديكي حبيبتي، ربنا يخليكي. وبعدين انت بتعملي اكل بقى رهيب جدا، السمك ده يعني انت في ملعبي بقى. لا ايه ده؟ الله إيه ده؟ الله بقى الله. ايوه انا اسكندرانيه الاصل، والسمك ده لا معلش يعني, انا كده يعني عارفه اللي هو خدي لي الجنب بقى، يعني انت كده بتلعبي في ايه؟ لا لا مع جبابره السمك. لا ده بصراحه، لا السمك ده حاجه جميله جدا حبيبتي. رب بس ايه رايك في الوصفه وسهولتها وبساطتها وطريقه تقديمها؟ لا حلوه جدا، حلوه جدا. انت كمان عندك ميزه بصراحه ربنا حباكي بيها، انك بتعرفي تقدمي كويس قوي الطبق، فالعين بتاكل لله. كويس الحمد لله. لا ده ميزه يعني. بس انت عارفه ان احنا دلوقتي مش مفروض في موسم السمك، لازم الناس تشتري السمك بعنايه شديده جدا. صح، علشان كمان الجو حر. جو حر ومش موسم السمك، كل الحروق، كل الاشهر اللي ما فيهاش حرف الراء يير يير يير. صح سمك. صح، فلازم الناس بقى تخلي بالها جدا 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 يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. ولازم نمسك السمك ما يكونش طري في ايدينا، ولازم تكون ريحته حلوه، وبطنه ما تكونش طريه، والخياشيم بتاعته ما تكونش لونها غير ان هي تكون لونها روز، والعينه لازم بتلمع وهو يبقى لونه مفضض. ده حقيقي. تمام تمام تمام. لا انا مذاكره ان شاء الله. مش ناويين نعمل عاشوراء ولا ايه؟ ايوه احنا عايزين نعمل عاشوراء يوم الاربعاء ان شاء الله، ده يوم الحلو. يوم الحلو؟ والله ما في يوم حلو غير يوم اللي انت بتقعدي فيه، هو يوم الحلو. ربنا اللي انت بتكلمينا فيه هو ده اليوم الحلو حبيبتي. انا بحبك جدا وربنا. وانا والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بحبك جدا 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 انسي. جدا وكده نسمه خفيفه على قلبي، وبحس انك بتنوري وبتطعمي حياتي حبيبتي. ربنا يخليكي، ربنا يعني يخليكي. انا باخد شحذ معنوي لما بكلمك. انا مش عايزه اقول لك كلامكم بيفرق معايا ازاي، وربنا يعلم. من امبارح انا كنت عايزه اقول لك تعبانه، عارفه التعب اللي هو انت حاسه انت واقفه بس انت في حته تانية، ويقولوا لي طب خلاص ما تطلعيش، اقول لهم لا هطلع. طب ربنا يعلم. انا اليوم اللي باخده اجازه ببقى عايزه ارتاح واشوف بيتي ولادي، بس فعلا انتوا بتفرقوا في يومي بشكل غير عادي. في حد يطول انه يسمع كلام حلو؟ يا حبيبتي ربنا يعافيكي دايما ويديك الصحه، ربنا يخليكي، ويعني ما يكسر قلبك ابدا 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 حبيبتي. ولا تحتاجي لحد ابدا حبيبتي. ابدا ابدا، ودايما متحوطه كده بحبكم ودعمكم وتشجيعكم حبيبتي. واي حاجه بوصل لها دايما بقول شكرا يا رب، شكرا ليكم بس. الحمد لله حقيقي. ربنا يديم عليكي المحبه، اللي بيحبوا ربنا بيحبب الناس. الحمد لله الحمد ربنا لله يجعل. مش عايزه اكتر من كده، ولو رصيدي في الدنيا هاخده محبتكم بس كده. شكرا يا حبيبتي، ربنا يديكي كل اللي انت عايزاه وازيد، كل اللي بتتمنيه واكتر. حرمش منك ابدا، ويحلي دنيتك ويفرحك بنفسك وبجوزك وباولادك، ويخلي لك مامتك وباباكي وكل الدنيا اللي انت نفسك فيها. يا روحي ربنا يخليكي لي ويفرح قلبك يا رب دايما. اللهم امين يا حبيبتي. انا وانت يا حبيبتي كل اللي بيسمعونا يا رب. اللهم امين. امين يا حبيبتي. سلامي للجميع يا حبيبتي. حبيبتي يوصل. وبوسه كبيره على الخد ده والخد ده للست الحلوه دي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا مدام جيهان، ودايما سامعه صوتك بكل خير، وكل سنه وانت طيبه، وبكره استنينا عشان هنعمل احلى عاشوراء. حبيبتي نورتيني. طيب خلاص انا قدمت الطبق. بصوا بقى، نعم عايزه سعيد، عايزه الشبت بتاعي. بصوا النهارده يوم الشبت العالمي. بصوا بقى الليمون الانصاص فين كمان عايزاه. طيب عندي هنا شبت، مش هحطه كده. هو بصوا بصراحه مش محتاجه حاجه خالص، انا هقدمها كده مش محتاجه حاجه، لونها خطير، وطعم الشيبسي بالليمون المخلل مزود طعمها حلاوه على حلاوتها اهو كده. ايه هقدمها هنا وميلو اهو. عايز ايه يا استاذ؟ تمام كده بس كده. طيب تيجوا بقى نحلي، تعالوا نحلي. هحلي بايه؟ هحلي بشويه فرابيه فراوله. عايز اقول لكم مفيش اسهل من كده. عندي هنا الفراوله، طبعا ممكن ما تكونش السيزون بتاعها فتكون مجمده خلاص. طيب هجيبها، وهجيب 3 معالق كبيره قهوه سلات الذوبان، 3 معالق صغيرين سكر، صوص كراميل بقى، لبن تلج، لبن كمان يكون حلاوته يكون متلج. تمام.
وكمان هحتاج بقى شويه كريم شانتيه وشويه ايه شويه صوص فراوله. طيب يا فيفا انا ما عنديش كل ده، هقول لك تعملي ايه. بصي هنا اول حاجه عندي هنا الفراوله، هديها ضربه بسيطه جدا بالهاند بلندر بتاعتي عشان هي متجمده، بس هخليها زي ما هي قطع، مش عايزاها تكون عصير اهي. عارفين هتبقى ايس كريم. الله بس كده. بس كده هروح عامله ايه بقى في الطبق سوري الكوبايه بتاعتي، هروح حاطه اهو حبه ايه فراوله تحت كده، وهنا حبه ايه فراوله، حاجه كده يا جماعه ساقعه وترطب على قلبنا وتكمل اليوم بتاعنا كده. وعايزة اقولك لو فكرتي دلوقتي ان انتي تجيبي الفراولة كمان موجودة مجمدة، وعايزة اقولك بتطلع لنا كمية حلوة اهو، وانا كده ايه مكترة مكترة. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل الاساس كله. اول حاجة احطها هي النسكافيه او قهوة ساعة الذوبان والسكر، دي اول حاجه، واحط عليها شويه ميه سخنين وهضربها ضربه خفيفه كده. هتعمل لي فوم اساسا لوحدها خلاص. وبعدين هحط التلج خلاص، احط التلج كله، واحط اللبن الساقع كمان لازم، مهم جدا. وبصوا بقى هعمل ايه، هروح حاطه برضو هنا معلقتين بس علشان عايزه اللون يكون مختلف اهي. وانا مش هحلي تحليه كبيره، بس هحط ايه شويه كده كراميل هنا وبس كده، وهضرب كل ده. واروح واخده بقى عندي هنا، بصوا بقى بصوا بقى لما تنزل على الفراوله. طبعا عندي هنا الخليط ده جميل، الخليط ده كمان اللي هو الفرابيه بقى عندي متلج اهو كده كفايه. اروح بس امسح الكوبايه عندي من هنا، واروح بصوا بقى كريم شانتي. الله ماشي حاضر. واخر حاجه عندي هنا بقى شويه صوص فراوله. طبعا احنا عملنا كمان صوص الفراوله كتير مع بعض ماشي. انا مش عارفه هو ليه مش مديني فراوله، بس هو كان صوص فراوله والله. وتعالوا نحط كمان شويه ايه فراوله كده على الوش، واستمتعوا بقى بحاجه ترطب بعد الاكله الخطيره الخفيفه السهله دي. النهارده عملنا فيشن شيبس وقدمته مع شيبسي بطعم الليمون المعصفر من ضمن ثلاث اطعمه لشيبسي جداد. عايزه اقول لكم فعلا كمل لي الطعم وقطمه من هنا، قطمه اكل من هنا معاها قطمه شيبسي من هنا، عايزه اقول لكم هتدي للاكل طعم تاني. وكمان قدمت معاه شويه صوص ترتار خطير برضو، كملته بطعم شيبسي بالليمون المعصفر.
واخر حاجه عملنا فرابيه فراوله، عايز اقول لكم حاجه كده ترطب بقى لذيذه لذيذه وهتعجبكم قوي وهتعجب الولاد. رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، انا عن نفسي اتبسطت جدا حاسه ان هو هيقع بمكالماتكم واتصالاتكم وكلامكم دايما الداعم المشجع. انا عارفه بيبقى فيه كم اتصالات كتير، بس انا فعلا ببقى محافظه على ان انا عايزه اوصل برضو المعلومه، لكن انا لو على نفسي عايزه افتح التليفونات طول الوقت وبيبقى عندي كتير مكالمات في الكنترول، بس انا بحب اخدها في الوقت المناسب علشان برضو الناس اللي عايزه تاخد الوصفه بالظبط بحب برضو ان انا ادي لهم الوصفه بالظبط. حبايبي بكره ان شاء الله اشوفكم في حلقه حلوه جدا، وطبعا كل سنه وكلنا طيبين، بكره هنعمل عاشوره خطيره تجنن، ربنا يعود علينا كلنا الايام بخير. اشوفكم بكره على خير من واحده لاثنين والاعاده الرابعه صباحا. كنت معاكم النهارده انا وشيبسي، باي باي.